الأخبار من قناة حلب اليوم. الدفاع المدني السوري يقول إن الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في شمال غرب سوريا هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي تطبيق القرار 2254 ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه. المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون يقول إن الدورة التاسعة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية ستعقد في جنيف يوم 25 من تموز الجاري. وزارة الخارجية الأوكرانية تعلن بدء إجراءات فرض حظر تجاري وعقوبات على كيانات وأفراد من نظام الأسد على خلفية اعترافه باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا. قوات سوريا الديمقراطية تشن حملة مداهمات واعتقالات في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي. الممثل الدائم للمملكة المتحدة في جنيف سيمون ماندلي يطالب بالسماح للمراقبين المستقلين بالوصول دون عوائق إلى جميع المعتقلات التي يديرها النظام في سوريا. عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا سكينة حسن تقول إن قسد تسهل للميليشيات الإيرانية التوغل في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.